مرحبا بكم في هذا العدد المتجدد من برنامجكم الرد على الانشغالات. طبعا هدفنا الأول هو إرضاءكم أنتم مشاهدين الأكارم. إذن لإثراء هذا الموضوع نسعد كثيرا باستضافة رئيس دائرة عين كرشة السيد قتال مصباح. نرحب بالسيد قتال مصباح رئيس دائرة عين كرشة والذي تولى مهامه منذ حوالي 6 أشهر. شكرا على تلبية دعوة قناة الأوراس تيفي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لطاقم قناة أوراس تيفي على إتاحتها لنا هذه الفرصة لتقديم الشروحات اللازمة والتوضيحات والرد على بعض الانشغالات التي يطرحها مواطني بلدية الدائرة هنشرت معني حالية وعين كرش. شكرا. دون الإطالة، أول ما نستهل به برنامجنا اليوم هو قطاع السكن، والذي يعتبر قطاع حساس ومهم جدا ليس فقط بدائرة عين كرشة وإنما عبر كل ربوعي الوطن. كما نعلم سيد قتال مصباح رئيس الدائرة، تم مؤخرا توزيع 297 وحدة سكنية بصيغة السكن الإيجاري العمومي على مستوى بلدية عين كرشة، وهذا طبعا كقائمة أولية، حيث شهدت هذه العملية عدة مراحل، منها مرحلة الطعون، أين وصلت هذه العملية؟ كذلك سؤال آخر فيما يخص السكنات الترقوية المدعمة الريفية، هل هناك برنامج فيما يخص هذا القطاع؟ شكرا جزيلا. بالنسبة لقطاع السكن على مستوى بلدية الدائرة، كما يعرف الجميع أن موضوع السكن الاجتماعي على مستوى بلدية عين كرشة عرف تأخر نوعا ما في توزيعه منذ 2019 إلى غاية 2023، أين تم دراسة بداية دراسة الملفات، كل الملفات الموجودة على مستوى الدائرة طالبية السكن الاجتماعي على مستوى بلدية عين كرشة، كل الملفات تم دراستها ولم يستثنى أي ملف من الدراسة، حيث بعد دراسة الملفات تم التحقيق في بعض الحالات وتنقيط الملفات وإرسال القائمة إلى التحقيق المعمق بالنسبة للبطاقية الوطنية للسكن ومختلف المصالح. بعد نتائج التحقيق تم تعليق القائمة المؤقتة للمستفيدين في 7 مارس 2023، والحمد لله رب العالمين وفق ربي سبحانه لتوجيهات من السيد ولي الولاية والمصالح الأمنية والبلدية على مستوى البلدية، وبمشاركة وحنكة أعضاء الأمن بمختلف أسلاكه، الحمد لله رب العالمين وفق ربي سبحانه أن خرجنا القائمة هذه اللي كانت الناس كل سنة فيها في ظروف عادية ولم يتم تسجيل أي حد. شكرا. فيما يخص الترقوي المدعم والسكنات الريفية، بالنسبة للسكن الترقوي المدعم كما يعلم الجميع كذلك أنه خلال شهر ديسمبر 2022 شهر أو شهرين بعد تولي المنصب قمنا كذلك بإعداد قائمة المستفيدين من السكن الترقوي المدعم متمثلة في 40 مستفيد، وتم إرسال القائمة كذلك إلى مديرية السكن للتحقيق والفصل فيها، وتم إجابتنا بإزالة 4 أو 5 حالات بناء على ما ذكر في البطاقية من استفادات لهم أو أزواجهم، ولهم حق الطعن في وكان لهم حق الطعن في هذا الرفض المؤقت، والمعنية قدموا الطعون وهي على مستوى مدير السكن للفصل فيها نهائيا. شكرا. بالنسبة للسكنات الريفية، السكن الريفي كذا أنا منذ تولي منصب رئيس الدائرة على مستوى الدائرة هنايا، الحصة المقدمة للبلديات اللي هي
200 وحده سكنيه لبناء ريفي على مستوى شركه مغني وعين كرشه والحرمليه. هذو يعني رئيس الدائره ما كانش عنده فيهم يد لانهم طلعوا الولايه قبل ما نجينا هنايا، ومباشره دروك راهم في التحقيق على مستوى مديريه السكن. الملفات الناقصه يتم استكمال الملفات مؤخرا. راسلنا السيد مدير السكن على استكمال بعض الملفات الناقصه من بعض الوثائق، وحولنا البلديات باش يجاوبوا المديريه لنفصل نهائيا في المستفيدين من هذه الحصه. المنافسه البرنامج الجديد فيما يخص هذه السكنات سواء كانت الريفيه او الاجتماعيه او البرامج المقترحه كانت فضل السيد ولي الولايه باش يعطينا حصه اضافيه بناء على عدد الطلبات المسجله على مستوى البلديات في ثلاثه، حيث استفادت البلديات ثلاث من برنامج تكميلي لسنه 2022، والمتمثل في استفادة بلديه عين كرشه من 130 سكن اجتماعي جديد، وبلديه شيرك الغني استفادت من 60 سكن اجتماعي جديد، والحرمليه كذلك استفادت من 30 سكن اجتماعي جديد، وتم اختيار القطع الارضيه لاحتواء هذه المشاريع. وهي على مستوى الرقابه الماليه للتأشير عليه. شكرا سيدي الفاضل. ننتقل الى قطاع اخر وهو قطاع التعليم. ما هو واقع الاطعام المدرسي بدائره عين كرشه وكذا النقل المدرسي، خاصه وان الدوله الجزائريه ركزت كثيرا على تقديم الوجبات الساخنه للتلاميذ وتوفير النقل المدرسي لا سيما المناطق النائيه، وهل هناك برنامج جديد فيما يخص إنجاز هياكل تربوية جديدة لامتصاص الضغط ربما على بعض المؤسسات بأطوارها الثلاثة الابتدائي المتوسط وكذا الثانوي؟ بالنسبة لي مش كل الاقتدار، خاصة ثانوية بحازم عبد المجيد هذه المجاورة إلى مخار الدائرة في طريق عين ميناء، المشكل تم طرحه سابقا في عدة اجتماعات في المجلس التنفيذي للولاية، حيث أعلمنا المدير للتجهيزات العمومية بأن هذا الموضوع قد أخذ بعين الاعتبار، حيث تم اختيار المقاولة وانطلاق تم اختيار هذا المشكل. هذا سيتم القضاء عليه بناء بإنجاز قسمين توسيع. مشكل الاقتدار الثانوي المحازم عبد المجيد سيتم القضاء عليه في القريب العاجل عن طريق الانطلاق في انجاز قسمين توسيع بالثانويه، حيث تم اختيار المقاوله، ولما انطلاق المشروع سيكون قريبا. واضافه الى ذلك سيتدعم قطاع التعليم خاصه الثانوي قطاع التربوي للمستوى الثانوي بانجاز ثانويه عين كرشه الجديده 800 تلميذ 200 وجبة، حيث تم اختيار مكتب الدراسات المكلف بإجراء هذه الدراسة، وسيتم تسجيل المشروع إن شاء الله بعد الانتهاء من الدراسة مباشرة. فيما يخص النقل المدرسي؟ النقل المدرسي بلدية عين كرشة عندها 211 تلميذ مستفيد من عملية النقل المدرسي، خصصت البلدية ست حافلات للنقل المدرسي، وهذه الحافلات المخصصة تغطي تغطية كاملة لهذا الموضوع. بالنسبة لبلدية شيرك المغني عندها تقريبا 881 تلميذ مستفيد من النقل المدرسي عن طريق تخصيص 7 حافلات والتغطية كذلك كاملة. بالنسبة لبلدية الحرمية عندها 900 تلميذ مستفيد من النقل المدرسي، وعندها وخصصت 4 حافلات والتغطية كاملة لجميع النشاطي والقراء لجلب التلاميذ للدراسة في ظروف مريحة. الإطعام المدرسي بالنسبة للإطعام المدرسي عين كرشة عندها 6480 مستفيد، عندها من بين 19 مدرسة المشكلة على مستوى بلدية عين كرشة، أن 13 مدرسة تقدم وجبة ساخنة وستة تقدم وجبة باردة. بالنسبة لبلدية هنشرت المغني عندنا 4767 مستفيد من الإطعام المدرسي،
حيث يتوزعون على 17 مدرسة، 13 تقدم وجبة ساخنة وأربعة تقدم وجبة باردة. بالنسبة لبلدية حرمية عندنا 1655 تلميذ مستفيد من الإطعام، كل المدارس تقدم وجبة ساخنة. شكرا. شكرا. من قطاع التربية والتعليم ننتقل وإياكم إلى قطاع الاستثمار، والذي تفتقره على ما أظن بلدية عين كرشة كثيرا. هل استفادت هذه البلدية من مناطق مصغرة للنشاطات، خاصة وأن السيد سمير نفلة والي ولاية أم البواقي، والذي نحييه من هذا المنبر على كل المجهودات الجبارة التي يبذلها من أجل النهوض بهذه الولاية الرابعة، كما أنه يحرص كثيرا على دفع عجلة التنمية في كل القطاعات بالأخص قطاع الاستثمار؟ بالنسبة لقطاع الاستثمار سيدتي، استفادت بلدية عين كرشة من مشروع لتهيئة منطقة النشاطات المصغرة والتي مساحتها 3 هكتارات، وتم اختيار المقاولة المكلفة بالتهيئة. المشروع هذا خلال ذلك على مستوى الوكالة العقارية للولاية هي المؤلفة. إضافة إلى هذا المشروع والذي سيعرف إن شاء الله النور في القريب العاجل، إضافة إلى هذا المشروع يوجد مشروع استثماري آخر المتمثل في وحدة لإنتاج مواد البناء من خرسانة، وهو مجاور ولا بجانب منطقة النشاطات المصغرة في نفس المكان طريق قرعة سعيدة، وحدة لإنتاج مواد البناء من خرسانة، حيث نسبة تقدم الأشغال بها 80%. شكرا. نعود إلى قطاع الأشغال العمومية، حيث استفادت دائرة عين كرشة من محول الوزن الثقيل على مدخل عين كرشة من الجهة الشرقية، أين وصلت أشغال الشطر الثاني من هذا المشروع؟ بالفعل استفادت بفضل مجهودات السيد والي الولاية السيد مدير الأشغال العمومية للولاية، استفادت البلدية من مشروع هام وهو إلى الطريق الاجتنابي عين كرشة عين ميلا الشطر الثاني، والذي ستنطلق به الأشغال خلال شهر جويلية المقبل لفك الاختناق المروري الذي تعاني منه البلدية بسبب مرور شاحنات الوزن الثقيل وسط المدينة، سيجسد لاحقا إن شاء الله. نعم، وفي نفس السياق كذلك بلدية عين كرشة استفادت من بعض عمليات خاصة بالتهيئة في بعض الأحياء والتي تشهد نوعا ما من اهتراء الطرقات، مما أدى إلى تدهور الوضع خاصة على مستوى حي العمر العيفة والقاهرة ببلدية عين كرشة. كذلك ما هو واقع الإنارة، لسيما وأن السيد والي ولاية أم البواقي أسدى تعليمات بضرورة تعميم مصابيح اللاذع على مستوى كل بلديات الولاية الرابعة، ما هو ردكم؟ بالفعل استفادت بلدية عين كرشة من مشاريع مهمة في إطار برامج تنمية البلدية لسنة 2023، حيث استفادت البلدية من 6 مشاريع بمبلغ أكثر من 8 مليار، منها 6 مشاريع مخصصة للتهيئة، منها من بين 8 مشاريع هذه 6 مشاريع مخصصة للتهيئة، لتهيئة مختلف الشوارع والساحات، خاصة التي تعرف وضعيتها غياب التهيئة منذ مدة طويلة على غرار شوارع مفاز بالقاسم وأوش المختار وحي العميل عيفة، الذي انطلقت به مؤخرا عملية مهمة لتجديد قنوات المياه الصالحة للشرب بسبب الاختلاط الذي عرفه الحي مؤخرا. والحمد لله المشروع على قيد الإنجاز، ويأتي بعده تأتي بعد الانتهاء من عملية وضع قنوات تجديد المياه الصالحة للشرب، سيتم استكمال عملية التهيئة مباشرة. بالنسبة للإنارة العمومية، تجري العملية على مستوى البلدية في ظروف على غرار باقي بلدية الدائرة، سواء شيرة غني ولا الحرملية، بوتيرة جيدة، خاصة بعد الدعم الكبير الذي قدمه السيد ولي الولاية مشكور على ذلك، باستفادة البلدية من 300 عين كرشة، بلدية عين كرشة استفادت من 300 مليون كيانة مخصصة لتدعيم الإنارة العمومية، حيث تم الانتهاء على شطرين. الشطر الأول كان 150 مليون، الشطر الثاني كان 150 مليون ثانية. الشطر الأول تم الانتهاء منه
وسيتم خلال الأسبوع هذا لنا فيه خلال هذا الأسبوع استكمال الأشغال للشطر الثاني لتعميم هذا النوع من الإنارة على كل الأحياء خاصة الكبرى منها على غرار مثلا حي الأمير عبد القادر هذا باتجاه بلدية حملية سيغطى كاملا.